أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من ضيف التحرير. تعتبر مراكز الأبحاث والدراسات بالجامعات المغربية أحد أدوات الترافع الأكاديمي حول قضية الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق أطلق المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء بجامعة القاضي عياض بمراكش دعوة للاستكتاب حول قضية الصحراء نظارة المغرب الواقعية إلى العالم نحو حل سياسي نهائي. وحددت اللجنة العلمية بالمركز مجموعة من المحاور للبحث فيها، من بينها قضية الصحراء ومحددات السياسة الخارجية المغربية، الحكم الذاتي، الحل السياسي الواقعي، النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، الفرص والرهانات، الجوانب السوسيولوجية والسياسية في خدمة الصحراء، والصحراء والجوار الصعب، العقد والأوهام. لمزيد من التوضيحات حول الدور الذي تلعبه مراكز الدراسات والأبحاث في الترافع عن القضية الوطنية، يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم عبر سكايب من مدينة الجديدة، الدكتور محمد بن طلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء. مساء الخير دكتور بن طلحة. نعم، إذن نحاول التواصل مع دكتور بن طلحة مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش. وطبعا الغاية هي التفصيل في الأدوار التي تقوم بها مراكز الدراسات والأبحاث بالجامعات المغربية في الترافع عن قضية الصحراء الوطنية عبر الإنتاج الأكاديمي والعلمي الذي تنتجه من أجل طبعا ممارسة الدبلوماسية الموازية في تكامل طبعا مع الأساليب التقليدية والرسمية للترافع عن قضية الصحراء الوطنية. وأشير إلى أن المنظمين منظمي هذه المسابقة التي أطلقها المركز يعني أشاروا إلى أن الدعوة تستهدف مشاركة واسعة للباحثين والباحثات الذين هم في طور إعداد رسائل الدكتوراه من أجل طبعا طرح نظرياتهم وكذلك أبحاثهم التطبيقية في ظل هذه المسابقة، مسابقة أطروحتي في 10 دقائق. إذا مساء الخير دكتور بن طلحة. مساء النور. إذا بداية، قضية الصحراء المغربية طبعا هي قضية الجميع، الكل يترافع عنها كل من موقعه، وطبعا البحث الأكاديمي والجامعة المغربية هي في صلب هذا الترافع من خلال طبعا مراكز الأبحاث والدراسات عبر المنتج الفكري والمحتوى الفكري والأكاديمي الذي تنتجه. أهمية هذه المراكز في ظل المنظور الجديد للتعامل مع قضية الصحراء الوطنية. انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع البحث العلمي في القضايا ذات البعد الوطني، تسعى جامعة القاضي عياض من خلال المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء باعتباره بنية بحثية وطنية تابعة للجامعة ومنفتحة على كل الكفاءات والمؤسسات والمراكز البحثية والمختبرات العلمية الجامعية التي تتقاسم معه نفس الأهداف القيم للتعريف بالرأسمال المادي واللامادي للمجال الصحراوي المغربي، وكذلك تتميم مؤهلات التنمية بما يعود بالنفع على القضية الوطنية وعلى مستوى عيش ساكنة. ضمن هذا الرهان هدفنا في المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء هو البحث في دينامية المجال الصحراوي في أبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والاقتصادية من خلال تشخيص واقع التنمية في الأقاليم الجنوبية المغربية. انطلاقا من ما تقدم، عمل المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء التابع لجامعة القاضي عياض إلى ترسيخ تقاليد أكاديمية سنوية، منها أحسن أطروحة أو كتاب
سنوي يتناول المجال الصحراوي، وكان من نصيب طالبين أو باحثين عفواً السنة الفارطة أطروحة نالت الجائزة الأولى للأستاذ بوجمعة بينه في موضوع تأثير القبيلة على إنتاج تيلية النخب المحلية الصحراوية، وكتاب الأستاذ عبد الخالق سيداتي وعنوانه الشباب والمؤسسات في الصحراء إشكالية الفاعل والنسق في ظل التحول الثقافي وبروز الهويات الجديدة. انفتحنا في هذه المسابقة على كل الباحثين سواء داخل المغرب أو خارجه، وكانت اللغات التي تعاملنا مع أعمالها الأكاديمية العربية والفرنسية والإنجليزية، ونجحت هذه البادرة وأعطت ثمارها بحيث أننا الآن سنحتفل بإصدار أول أطروحة أكاديمية من المركز، وهي للباحث الأستاذ بوجمعة بينه حول تأثير القبيلة على إنتاج تمثيلية النخب المحلية الصحراوية. وهذه السنة سنقوم بمسابقة في إطار أطروحتي، أي الترافع عن الأطروحة الأكاديمية في إطار عشر. هذه الأطروحة يجب أن تكون أن تتناول قضايا الصحراء المغربية والمجال الصحراوي. نعم. طيب. قبل أن ننتقل. طيب هذه المسألة طبعاً الأقاليم الجنوبية بالمملكة تعرف دينامية كبيرة على مستويات عدة، ودور الجامعة ربما ومراكز البحث والدراسات في مواكبة هذه الديناميات المجالية كما أشرتم إلى ذلك أستاذ، من خلال هذه المسابقة التي تختبر ربما أبحاث يعني الطلبة الدكاترة والباحثين. طيب هناك إقبال كبير على المشاركة في هذه المسابقة، ما يعكس بأن الجامعات هي خزان للكفاءات والطاقات من أجل مسايرة هذه الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يعني القيمة المضافة للترافع على الأقاليم الجنوبية من خلال ما هو أكاديمي، ما هو إنتاج علمي بحث، وأشرتم إلى أنه بصدد يعني طبع ونشر رسالة الفائزة بالمسابقة للسنة الماضية. إذا كان من المتعارف عليه أن الجامعة هي مشتل صناعة الأفكار والبحث المعرفي، فهي كذلك منتجة للقيم وحاضنة للقيم وموجهة للقيم التي من بينها قيم المواطنة، أي أننا نسعى إلى تخريج الطالب المواطن الذي يسعى إلى أن يكون فعالاً وإيجابيا في المجتمع، يستطيع الفعل والتحرك والاختيار والسؤال والمحاججة والنقد والمرافعة، أي الدفاع عن القضايا الوطنية المقدسة. ومن أولى الأولويات في بلادنا وهي الصحراء المغربية، لأننا نعتبرها نحن المغاربة بالنسبة إلينا جميعا قضية مقدسة، لكن كيف يمكننا أن ندافع عن قضيتنا المقدسة؟ يقول بيكون إننا لا نريد رؤوسا مملوءة بالأفكار بقدر ما نريد رؤوسا كاملة التكوين، ونعني بالتكوين المنهجية. وهنا أقول إننا لا نريد رؤوسا مملوءة بالأفكار وقلوبا مشبعة بالوطنية، لكن نريد أن يكون هناك باحثون أكفاء يجيدون كيفية الترافع على القضية الوطنية، وهذا هو الأساس. ولذلك نحن الآن بصدد القيام بالعديد من التكوينات في هذا المجال لمجموعة من طلبة الباحثين في جامعة القيادي عياد، وهنا ولا بد أن أنوه بالمجهود الجبار
الذي يقوم به السيد رئيس جامعة القاضي عياض بروفيسور مولي حسن الحبيب في هذا المجال، وإعطائه لنا كل السبل وكل الدعم لإنجاح هذا المشروع الوطني. كما أننا منكبون الآن على الانفتاح على الطاقات الجامعية سواء في جامعة القاضي عياض أو في الجامعات المغربية الأخرى أو خارج المغرب الذين يتقنون اللغة الإنجليزية. نريد أن نترافع بتقنيات وآليات حديثة، وكذلك نريد أن نترافع باللغة التي يفهمها الأجنبي. الآن نحن بصدد الذهاب إلى الجامعات الإيرلندية، وهناك شراكة ما بين جامعة القاضي عياض وما بين العديد من الجامعات الإيرلندية في هذا المجال، ونحن الآن منكبون على دراسات باللغة الإنجليزية وعلى محاورين يتقنون اللغة الإنجليزية. ذهبنا إلى النمسا ونحن الآن بصدد الذهاب إلى إيرلندا، وبرنامجنا حافل باللقاءات، لذلك يجب علينا أن نعد العدة. أولاً التكوين العلمي والمعرفي، ثانياً إتقان تقنيات المرافعة، ثالثاً الكفاءة في اللغات الأجنبية. من هنا تنطلق فكرة أطروحتي، أي أننا فتحنا النقاش وفتحنا الأبواب لجل الباحثين المغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه، من له القدرة على الترافع بطريقة أكاديمية وعلمية على القضية الوطنية المقدسة، فنحن سنقيم مبارزة معرفية في هذا المجال من أجل البحث عن الطاقات، ومن أجل البحث عن الكفاءات، ومن أجل إعطاء الفرصة للباحثين الشباب للدفاع عن قضيتهم. طيب الوطنية. دكتور حاشرتم إلى أن أدوار الجامعة طبعا تتمثل في يعني تكوين نخب من أجل الترافع عن قضية الصحراء المغربية طبعا، وإيصال ربما الفكرة واضحة إلى يعني شركاء من خارج المملكة عبر اللغة التي يفهمونها. كذلك هناك مجال لتنظيم ملتقيات مشتركة، والهدف طبعا هو ربما يعني إيضاح الصورة كاملة لمن هم ربما في يعني خارج يعني المحيط ولا يفهمون ربما باللغة العربية، ولكن وضعهم في صورة ما يتم تحقيقه في الأقاليم الجنوبية من خلال هذه المعطيات وهذه ربما المنتجات الأكاديمية التي تقوم يعني بإنتاجها الطلبة عبر المركز. وعلى ذكر الصورة أستاذ، فزمننا هو زمن الصورة، لذلك نحن الآن في الاشتغال على إعداد أشرطة وثائقية باللغات الأجنبية سواء الإسبانية أو الإنجليزية أو الروسية أو كل اللغات التي منتشرة الآن في المحيط، وسنقوم بإعداد هذه الأشرطة التي ستتضمن معطيات علمية وتاريخية دقيقة تنتصر لعدالة قضيتنا الوطنية. ونحن كذلك بصدد إعداد مكتبة رقمية، مكتبة رقمية ستتوفر بحول الله على جل الأبحاث العلمية التي تتناول الصحراء المغربية، جل الخرائط التي تثبت مغربية الصحراء عبر التاريخ، جل الكتب، جل المجلات، جل الدهائر، كل ما يتعلق بالتاريخ وبالسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والجغرافيا التي تتعلق بالمجال الصحراوي المغربي ستكون في متواجدة أو موجودة في هذه الخزانة الرقمية. هذه الخزانة الرقمية ستكون متاحة لكل إعلامي صادق يبحث عن الخبر الصحيح،
لكل باحث، لكل هيئة حقوقية، لكل هيئة قانونية دولية، أي أننا سنساهم في نشر المفهوم القانوني بطريقة علمية، وكل ما يتعلق بعدالة قضية وطنية سيكون متاحا سواء في واشنطن أو في موسكو أو في برلين أو في مدريد. يعني أنها خزانة رقمية نسعى جاهدين فعلا في إطار جامعة القاضي عياد، والمشروع الآن يأخذ مساره الصحيح. والأستاذ رئيس جامعة القاضي عياد عقد معنا اجتماعات مهمة في هذا المجال، زيادة على كنا الآن سنتوفر في المستقبل القريب على منصة رقمية، منصة رقمية سيكون لها تقنيون وسيكون عليها مشرفون. وهذه المنصة سوف تكون باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، باللغة الإسبانية في بداية المجال، لكي نعطي صورة مشرفة عن البحث العلمي الأكاديمي المغربي، أن نتواصل بحلفية وبأكاديمية، وكذلك أن نساهم في إيصال عدالة قضيتنا الوطنية المقدسة. نعم. ألا وهي الصحراء المغربية. هذه السنة أستاذ بن طلحة تم تحديد مجموعة من المحاور من أجل طبعا البحث فيها من قبل يعني ربما ترشيحات أو الباحثين الذين سيتقدمون بأعمالهم إلى المركز، يعني السياسة الخارجية المغربية، مقترح الحكم الذاتي، المشهد ربما يعني الجيوسياسي للمملكة، كذلك مسألة النموذج التنموي. كيف يتم توافق على هذه يعني المحاور؟ في كل سنة يتم طرح قضايا جديدة من أجل البحث فيها. شكرا أستاذي على هذا السؤال. بطبيعة الحال المركز يتوفر على لجنة علمية، وهذه اللجنة العلمية تضم خيرات من الخبراء المغاربة والأساتذة الذين لهم دربة في هذا المجال، نتفق على المواضيع التي سنشتغل عليها، وهي التي تخص كل ما يتعلق بدينامية المجال الصحراوي، ونركز في بعض الأحيان على بعض المحاور التي تكون آنية أو أنها تستدعي مثلا الأحداث الدولية أو الإقليمية التي تستدعي أن نشتغل على ذلك الملف. الآن نحن بصدد الكباب على دراسة حقوقية تشمل مختلف المناطق الجنوبية المغربية، وتم إفادة أحد الطلاب باحثي المركز إلى جنيف، وحضر لدورات تكوينية وتدريبية في معهد جنيف لحقوق الإنسان، وحضر لاجتماعات جنيف، وهو الآن بصدد إعداد بمعيتي مجموعة من الباحثين بصدد إعداد أولا أطروحة تتناول السياسات الحقوقية بالصحراء المغربية، وهو كذلك بصدد إعطائنا دراسة شاملة في هذا المجال. حينما يكون هناك باحثون شباب من النخبة الصحراوية المغربية، هم من يقومون بالدفاع عن مغربية الصحراء، هم من يؤكدون تشبتهم بهذا الوطن، فذلك يعطي زخما إيجابيا و يظهر للعالم ذلك التآلف الوطني الذي يربط ما بين جميع المغاربة. وبالمناسبة الآن نقوم بتأطير أزيد من 12 طالبا صحراويا في سلك الدكتوراه، ونحن الآن سنبرمج إصدار مؤلف جماعي
يتناول المجال الصحراوي، كما أننا بصدد إصدار بحث جامعي يتناول قبيلة الرقيبات، وبالمناسبة سنهديه إلى الجد الأكبر لقبيلة الرقيبات. كما أننا الآن بمعية العديد من الخبراء المغاربة والدوليين سنقوم بعمل جبار يتناول دراسة حول المجال الصحراوي، وستكون هناك بادرة إيجابية، أي أننا سنقوم برصد كل ما يتعلق بدينامية المجال الصحراوي في إطار علمي وفي إطار أكاديمي، بغية يعني دراسة الجدوى ودراسة الأهداف، وتكون لنا رؤية واقعية لما يمكن أن يكون عليه المجال الصحراوي المغربي. نعم. طيب أستاذ، يعني أشرتم إلى بعض من برنامج، يعني بعض النقط من برنامج عمل المركز التي تعملون على تنزيلها خلال هذه السنة، طبعا من ضمنها مبادرة أطروحتي في 10 دقائق وغيرها من الدراسات التي تتناول المجال الصحراوي المغربي، وكذلك ديناميات التحول التي يعرفها. طيب باقي يعني المبادرات، وخاصة التي ترتبط أو لها بعد دولي في الترفع عن قضية الصحراء المغربي، خاصة في جانبها الأكاديمي، في التبادل الطلابي، التبادل العلمي مع الجامعات الأخرى التي ربما لها ربما رؤية أو صورة غير مكتملة حول واقع الحال بالصحراء المغربية. في هذا الصدد نحن نعلم أن بعض المناطق في أوروبا مثلا حضور المرتزقة يكون مكثفا، بالخصوص في الدول الإسكندنافية، والآن نحن بصدد القيام باتفاقيات شراكة مع مجموعة من الباحثين للقيام بالترافع في الجامعات الإسكندنافية والمجتمع المدني الإسكندنافي وكل هيئات الفاعلة والحقوقية، بغية خلق نقاش في هذه المناطق. قلت لك أننا بدأنا الآن بإيرلندا، وبعد ذلك ستكون لنا زيارات متكررة للمناطق الإسكندنافية، و هناك العديد من الشراكات ومن الاتفاقيات في هذا المجال، كما أننا بصدد الانفتاح على المفكرين الكبار وعلى المؤرخين الذين لهم باع طويل في هذا الميدان لإصدار مؤلفات علمية باللغة الإنجليزية أو باللغة الإسبانية. هناك مؤلف إسباني نتركه للأيام المقبلة للإعلام عنه، قامت به باحثة إسبانية تؤكد من خلاله كل الدلائل التاريخية لمغربية الصحراء، وسننكب بطبيعة الحال إلى العديد من الاتفاقيات والشراكات من أجل المساهمة في الدفاع عن قضيتنا الوطنية العادلة. نعم، أشكركم جزيل الشكر الدكتور محمد بن طلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، على كل هذه التوضيحات ولمشاركتكم القيمة في فقرة ضيف التحرير. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.